خلاص حطيتها لك. بعد القوالب نامت والانصاص جامد. لا 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 يا شيف، خد بالك من كلامك. حسنين حسنين، اوعى اوعى كنت فاكر ان انت المرشح الوحيد للرئاسه. لا احنا كمان مرشحين. صح، ما الفلوس اتساوت يا ناس. يا فل الخير للكل. سميره لطفي. والله العظيم القوالب نامت والانصاص قامت. والله لا، يعني انتي مش فاهم، يا القطه كانت عيالها ولا ايه يا سمسمه؟ بص انا مش هرد عليك باسلوبك، مش عشان اللي بنت، عشان انا اسلوبي متحضر. متحضر متحضر؟ والله انتي ما عارفه تتكلمي. لا في حاجه تانيه. اللي هي ان انا مقدره قيمه المنصب اللي انا رايحه له. يا لهوي ياما، يا لهوي ياما، ده الدنيا فعلا لمت. لا ده انت مجمعه الكلمتين اصلا عشان تقولي مقدره قيمه المنصب اللي انا. قيمه منصب ايه؟ احلق شنبي ده لو شفت المنصب ده ولا شمتيه. شنبك؟ شنبك فين يا قرع؟ مش لما يبقى اطلع لك شنب. لا لا لا، بصي بقى، لو المنصب هيجيب لي غلط وقلت ادب ما احبش كده. انا بقول لك اهو. طب بقول لك ايه والنبي، انا علقت دي بس دي مش عارفه الزقها، مش طايق. ممكن تلزقها لي؟ مش فاهم، يعني انت لزقتي دي؟ اه خلاص. فاضل دي؟ طب ما تشيل دي وشيل ده من اللي ايه ده بس يا شيف، انت متعصب ليه؟ فز فز جوم منك ليه؟ فز لك عرق في بطنك يا شيف. بليز ما تعصبش نفسك. تعصبش نفسي؟ وانت برضه يا عندوزة، انت اللي كنت بقول عليك الحتة الطرية الوحيدة في المطبخ برضه كده رشحت نفسك قصادي. انا لا عشت ولا كنت. انا كان قصدي ارشح نفسي قصاد الدكتور، بس هي جت معايا كده. ليك عليا بقى ان انا هنسحب فورا، ومش بس انا ورجب ومعاطي. لا 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 يا سيدتي، لا تتحدثي بلسان الاخرين، فكل واحد مننا عنده لسان قد كده. انا لن اتزحزح عن موقفي هذا حتى لو على رقبه معاطي صاحبي. عفوا، حان وقت شق الريق. اعدلك شق بطنك منك ليه؟ صح، الوقت هيفضل طول عمره واطي. علاء فوقك بقى فوق. طب اركنها انت جنبك. طيب وعلق دي معايا. لا فوق السنه، فوق شويه. طويله يا طايل. يا تلت طوالي بقى. بلاش يا طايل انت. يا الله ما نشوف ده نعلقها فين دي بس. انت عبيه نفسكوا ليه؟ هاتوا عنكوا دي. هاتي يا حبيبتي، انا هديها الميمو يعلقها في اي حمام. ها ايه ده يا استاذ؟ قصدي هيعلقها على التوك توك بتاعه وتبقى دعايه غير تقليديه يلف بيها البلد. امسكوا بقى على قولي اليافطه بتاعتي. ادي في الكورنر ده. ايوه كده. اثبتوا على كده بقى لحد ما الانتخابات تخلص. تبقى دعايه لطيفه وملفته بالاشخاص نفسهم، مش محتاج الزق. تمام. اوه محي، ده انت مكلف جامد وصارف قلم احمر وازرق واصفر ومظلل. ومين قالك ان انا مكلف؟ ده كل ده بحب الناس. طب وسع لي جنبك اريا كده احط فيها اليافطه بتاعتي. لا لا تحط ايه، واحنا قاعدين في تكيه. نعم. يعني اقصد في لوكاندا، احنا في ده الريسبشن، واجهه المكان، يعني ما ينفعش تبقى زحمه جدا. ما انت معلق انت وسمير. معلش كل الناس بتعلق يعني. اوكي anyway انا هعلقها بره على باب التكيه حتى يبقى اعلان اوت دور. على اذنك. اتفضل. لا ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده كله يا هنوزه؟ اسلم يدك والله. على اليمين ولا الانتخابات عندنا في البلد. ربنا يخليك. خلي العمده ما كانوش بيعملوا له كده. ربنا يخليك. هتعالج اللي فيها. هنا. السلام. اشجع مدير الدعايه الانتخابيه في القطر كله. ربنا يخليك يا شيخ. الله يكرمك. Yeah.
خصخصه مهاش منفعه عامه. لا لا لا، الكلام ده كان زمان مهاش فيه خصخصه، دلوقتي كله بقى بتاع كله. صحصح لي يا سنسن، زي ما ليك في المطبخ ليا فيه يا بابا. ايوه اهو. ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح، يكب مرات هتزيح وعكف العكس اي ترجمه في اي حته في الدنيا. مش معقول واحد يدور على مصلحته الخاصه ضد مصلحه الجميع. نقطه ومن اول السطر يا اساتذه، اجتماع عشان كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. اجتماع بعد 5 دقايق عشان يشوف اللطه اللي احنا فيها دي. احنا في بلد تتمتع بالديمقراطيه، الديمقراطيه التامه، ومن هذه المظله، مظله الديمقراطيه اللي بتظلنا كلنا، ينبثق اللي انا هقوله الاتي: من حق اي حد يرشح نفسه طالما شايف في نفسه المؤهلات اللي تاهله للخدمه العامه. حتى انا؟ انت فاقد الاهليه ومعاك شهاده من المستشفى. طب يا ابو دبه معلش، انا عارف يعني، انا عارف ان انا يعني لو رميت همومي في البحر السمك هيطلع يلطم، بس انا متاكد يعني ان انا عندي كم مؤهلات يؤهلني لكده بصراحه. ايه ده؟ ايه يا عم ميمو؟ في ايه؟ ايه مؤهلات ايه؟ ما تخليش اجيب لك الفيش والتشبيه بتاعك من اقرب اسم. ده بسم الله ما شاء الله عنده توك توك ملك. يا جماعة الترشيح مش عشوائي، ده قانون، ده دستور. بعد بحث مع المحامي اكتشفت ان المرشح لازم يكون فيه شروط واجبة وافية. اولا لازم يتمتع بالسمعة الطيبة. ثانيا وده الاهم، ما يكونش اتسجن ولا هرب من السجن ولا ممسوك في قضية تمس الشرف. وبعد اجراءات امنية مشددة وبحث وفحص اكتشفنا ان الوارد اسميهم التالية هم بس اللي عندهم المقدره انهم يرشحوا نفسهم، وهم كالتالي: حسنين. تسلم يا ست الستات. محسن. ثانك يو. سميره. محي. وطبعا برضو من نفس كلامي اللي ما بغيرهوش ومش هغيره ابدا، احنا دوله ديمقراطيه تتمتع بالديمقراطيه التامه، وفي ظل هذه المظله ينبثق كلامي الآتي: من حق أي حد إنه يصوت للمرشح اللي هو بيحبه. حتى أنا؟ أنت معاك شهادة من مستشفى الأمراض العقلية؟ والشروط اللي بتنطبق على الناس اللي يقدروا يصوتوا لمرشحينهم هم كالآتي: عادل، عادي، رجب، هند. وإحنا؟ هما معانا؟ آه. عندهم الأهلية للانتخابات؟ آه. وطبعا طايل وهيفا. نرجو ان كل مرشح يلتزم بما ينص عليه القانون، ونرجو كمان ان الدعاية الانتخابية تكون مناسبة وغير مبالغ فيها، وارجو ان احنا في ظل هذا الوضع الانتخابي الديمقراطي الجميل اللي بيدل على الحب اللي موجود عندنا، نراعي يا جماعة ان عندنا نزلة، ونراعي ان عندنا اكل عيش، وارجو انكم ما تهملوش ده ولا تنسوا. عاوز اقول لك يعني موضوع صغير كده. موضوع ايه بس؟ انت ما شفتش نظرة محي ليا؟ ده بصلي كاني بشتغل ضده، مع اني ببذل قصارى جهدي. اي دو ماي بيست لمصلحته. ايوه معلش، ما هو بكره هيكبر ويفهم ويتعلم ان كل اللي بتعمليه ده عشان مستقبلكم ومصلحتكم وسعادتكم. المهم دلوقتي انت ناسي حاجه مهمه قوي. وات؟ الدعايه. انا محتاج اعلانات ومصاريف وكلام من ده. انت عارف يا محسن ان انا ملتزمه بكل الدعايه اللازمه والكافيه والوافيه ليك، ولكن ارجوك بدون اسراف وتبذير. يعني ما تقوليش 10 اعلانات على كوبري 6 اكتوبر، ولا 15 اعلان على كوبري 15 مايو، ولا عايز 3-4 ساعات في قناه باريس اللي الدقيقه فيها بالدولار. نو ما اقدرش. لا 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 مفيش كلام. وارجو ان باقي المرشحين ما يعرفوش ان انا السبونسر بتاعك. نو 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 مستحيل، ما حدش هيعرف ابدا انك انت اللي بتنولي الحمله الاعلانيه بتاعتي. المهم دلوقتي كان في حاجه تاني. وات؟ انا محتاج اعمل شويه وعود انتخابيه كده كنوع من التحفيز، يعني دعايه برضو بس بشكل جديد وغير مباشر. يعني نعمل شويه ترقيات على الماشي نجذب بيها اسمهم. محسن كن حاذر، كن حاذر، كن حاذر، قلت لك 3 مرات لكي تتذكر.
تتذكر كويس قوي ان انت بتدير من الظاهر. انا اللي واقفه قدامك دي بشحمي ولحمي بادير من الداخل. يعني انت تطلعني على كل صغيره وكبيره، وخصوصا موضوع التعيين وانهاء التعيين. طبعا يا عصمت، ده انت الكل في الكل، وانا اقدر اعمل حاجه من غيرك؟ انا بتكلم بس على شويه حاجات تخلي الناس ترشحني، يعني يحبوني بدري بدري. يعني مثلا نعدل وضع حد الوظيفي، نزود مرتب حد، زياده بسيطه ما تفرقش معانا في حاجه، كنوع من انواع الدعايه الغير مباشره. خلاص انا ما عنديش مانع انك ترقي واحد او اتنين بالكتير، اكتر من كده لا، وما احبش وعود، احسن اللوكاندا تفرط مننا وتبقى ذروته. لا 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 لا، ما فيش الكلام ده يا عصمت، اطمني. وبعدين احنا اهم حاجه عندنا نركب الكرسي بس. لو ركبنا الكرسي خلاص ما فيش الكلام ده، ولا حد هيحقق حاجه. وخدي بالك التشجيع ده كله هيصب في مصلحه المكان. المهم ما يبقاش فيه ذروته. بعطي احنا بنعيط ليه؟ عشان مش هنقدر ننزل للشيف حسن ايه خلاص. استنى كده اهدينا شويه. غنيل ايه؟ غنيل له اغنيه بتهديني وانا متضايق. طب ايه يا بعطي؟ غني بقول لك. ايه ده طيب؟ ايه؟ هسيبك. حاضر. انا اللي كان قاتلني واللي كان جارحني اديتهم كل حاجه وهم استغنوا عني. هم استغنوا عني. طب ارحم ليه يا اهبل؟ امال ايه؟ انا من الشعب يا غبي. احلى عصير لاحلى شيف في العالم. تسلميلي يا احلى هندوزه في الدنيا كلها. ما تتصورش سعادتي قد ايه يا شيف. اوعى تفتكر ان انا زعلانه لما الهيل مستبعدتني من الانتخابات، بالعكس انا فرحانه قوي وعارفه ان انا اجدد واحده فيكم، فده الطبيعي. انا عملت كده بس عندا في الدكتور من بعد ما قال لي الكلام اللي انت عارفه ده. لا ولا يهمك يا هندوزه، انت تعملي كل اللي يخطر في بالك. ربنا يخليك يا شيف. عايزه اقول لك على حاجه كمان، اوعى تفتكر ان انا مش هصوت لك، بالعكس انا هدي لك صوتي وهخلي كل الناس اللي اعرفهم يدوا لك صوتهم ويصوتوا لك. الواد ميمو سواك السحليه اللي اسمه التكتوك مترشح في الانتخابات، والواد المعفن اللي اسمه عادل الشنطجي داخل الانتخابات ورمز الشنطه. امال يا حج سعد الله لو انا حبيت ادخل في الانتخابات دي هيبقى الرمز بتاعي ايه؟ بس هيبقى الرمز بتاعي رمز الجحش. وعهد الله يا باشا، شرف ليا، شرف ليا ان انا انزع اليوفط بتاعتي. حلو انزع دي، انزع اليوفط بتاعتي واحط اليوفط بتاعت رئيسنا الجديد محيي باشا. متشكر قوي يا ميمو، بس استاذنك تشيل اليوفط دي وترميها في الزباله بره لحد ما نعلق اليوفط الجديد. يا باشا نوديها ام الزباله. يا سلام، ده انت كبير يا باشا. بس هو يعني خدها من اخوك، انت عارف ان انا ابن بلد وصريح معاك وبحبك، يعني لازم تعمل شويه دعايه لنفسك. اقول لك على زيتونه؟ حط ايدك في بق الناس تكسبهم. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ امشي حط ايدي بق الناس، ما يفرض عنده واحد تلوث ولا لسه عنده ضرب ولا بتاع. وبعدين يعني هو انا لو حطيت ايدي في بقك ابقى نجحت؟ ميحه فهمني. ميحه؟ مش قصدي يا باشا فهمني، انا قصدي يعني تحط ايدك في بق الناس، يعني تقرب من الناس، تعرف مشاكلهم، يحسوا ان انت جنبهم، واخد بالك؟ رشه جريئه تلم اصوات. مهم صح، مش عارف انا ازاي يعني الست هاني مسايباك في اللي انت فيه ده مع نفسها كده يعني. ماشي يا ميمو، شوف انت بس شغلك واطلع من دماغي. بص يا ميحه، تاني لا خليني اقول لك بس ميحه عشان اعرف اتحرك جواك براحتي. اتفضل. وعهد الله ما هسيبك، ميمو هيوصلك لقمه المجد على الكرسي. يعني اقول لك من الاخر يعني هلملك. هتلمني ايه يا واد وانت تشحت عليا يا حيوان؟ يا عم فهمني يا عم، هلملك اصوات. انا خلي كل الناس بشعبيتي الجارفه تنتخب بس ميحه. هشتكنا وبشتكنا يا ميحه، ده انت رئيس والباقي تلقيحه. ماشي، حلوه ميحه. لا عامل لك حلو يا ميمو. خلاص بقى خلاص، وانا ميمو وانت ميحه، ما تركز معايا بقى. طيب انا عندي حاجه بس هعملها مهمه كده وهجي لك على طول. طب هقول لك بقى بيتين كمان حطتهم لك كده، حطوا على اليوفك كده الزتونه بتاعت الموضوع. ابعتهم لي فيس. معلم سعد الله طمني على البجهات. يا معلم سعد الله. ايه يا ميحه؟ انا كنت عايزك كده في حاجه مهمه. عاوزني في ايه يا ميحه؟ انت ليه كده بتقعد تعمل نقلات؟ ما تقلقش، مع ميحه كل حاجه تمام. تعالى بس. ما انت عامل زي بضايع الصين، مالكش ضمان خالص. طب اتفضل يا عم الالماني. اتفضل. ايه يا ميحه؟ شوف يا رجب انت ومعاطي، انا بعتبركم زي ولادي،
يعني جزء مني. وبما اني انا جزء من هذه التكيه فانتم كمان جزء من هذه التكيه، ومش معقوله نقطع منها جزء حتى لو كان معفن ونرميه للبسه. عشان كده انا بقول لكم يا اولادي، بطلب منكم وبكل فخر انكم تقفوا معايا في الانتخابات، تقفوا معايا وقفه راجل لراجل. واوعدكم اني اول ما ابقى رئيس مجلس الاداره اكيد حد منكم انتوا الاثنين هيحل محلي، يعني هيبقى الشيف. امال ايه يا رجاله، هنشوف حد من بره ولا ايه؟ يعني خلاص هنشق رقنا؟ لا، مسألة شق الريق دي يا معاطي ننظر فيها بعدين. احنا رقبتنا يا شيف. ايوه رقبتنا حضرتك، اعتبرنا من النهارده مديرين الدعايه بتوعك. طبعا انت تعبتني قوي يا معلم، صدقني تعبتني قوي. يعني لا قهوه جت معاك بنتيجه، ولا شاي، ولا مانجا، ولا يعني انا اعمل ايه؟ بقول لك انا مش سهل، محي ده جابها من تحت لفوق، خدت السلم من اوله. فلما امسك رئيس مجلس الاداره دي حاجه، ما هي انت بتعمل ايه يا معلم؟ ركز معايا شويه، بوس ايدك، صدقني المشروع ده هيبقى 100% ناجح. التكيه دي انا بنيها على كتافي، وهتشوف كميه التطور الجبار اللي هيحصل في التكيه. وده من ايه؟ من مادياتك، من تمويلك، من شغلك، من قرفتك العسل ان شاء الله. بس حط ايدك في ايد محيي وهتشوف الدنيا كلها خضرة. انت عارف قدام التكيه كده هتلاقي ايه؟ هنا كده حاجات وهنا حاجات، هعملهم زرع بقى، هنعملهم بقى شتلات، وممكن تجيب البهايم من البلد وتشوف الدنيا كلها حلوه ان شاء الله، وربنا يقدم ما فيه الخير. انت معايا ولا عايز ايه؟ اجيب ليمون؟ محسن؟ لا عصمة هنم بتسندو اكس. محي؟ لا بس محي بقى واكل دماغ صعدل، يبقى مش هينفع. ميمو؟ بس ده جزم اصلا. مين يا ربي؟ الشيف حسنين. ايوه الشيف حسنين عنده جوز ارانب رجب ومعاطي، والبنت هند. يبقى انا كده حزب اغلبيه. انا اخش على الشيف حسنين واتحالف معاه واحط ايدي في ايده، فيقوم ايه بقى؟ لو انا كسبت هيقف جنبي، ولو هو كسب انا برضو مش هسيبه. يبقى فاضلي مين بقى؟ طويل وهيفا. بس كده 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 اصلا دول في جيبي، يبقى طويل وهيفا. فاضل الواد عادل. ماشي يا عادل، احنا نحط رمز الكنكه هنا. لا هنا. طب ايه بقى هنا يا عم؟ هنا عشي. طب شوف كده هنا كسبت. يبقى رمز الكنكه هنا. لا هنا. عفارم عفارم، هذه شغل رجاله ولا بلاش؟ اسمع يا شيف، اخر اخبار انتخابات التكية. قول يا وش السعد والهنا. اصلا انا لمحت المعلم سعد الله خد الاستاذ محي في المطعم وقعدوا بيتكلموا على جنب، شكلهم كده بيظبطوا في حاجه. طب وايه يعني؟ سعد الله ده بتاع بهايم، يعني ما بيفهمش غير في البهايم. ايوه بس انا سمعته بيقول له ان هو هيمول له حمله الدعايه بتاعته وهيصرف عليها كمان. اه بقى كده محي ماشي، بتروح لبتاع البهايم عشان صاصة ادتك مقلب، تروح رايح لبتاع البهايم ماشي. ولا يهمك يا قمر، احنا معانا الاغلبيه. يا رجل. ايوه بالعجل، هات لي البسه هنا. ما بعرفش اسوق عجل. خدها ماشي. ماشي شكرا. بص يا سيدي، انت كلت راسي، كلت راسي وقرشتها قرقيش، وعلى رأي المثل جاموسة مش ليه، عم تحلبها ليه؟ ومين قالك بس ان انت مالكش في الجاموسة؟ ده انت ليك في الجاموسة، وليك وليك ونص كمان. طيب يا سيدي قل لي يا استاذ، انا ليا ايه في الجاموسة واللي هينوبني من الجاموسة؟ مبدئيا كده معلم، اللي انت هتدفعه هيرد لك تاني وبزيادة كمان. وايه اللي يضمن لي؟ طب ما تسمع مني من الاخر. هات اللي في بطنك. هات اللي في بطنك يا معلم. ابوس ايدك بقى، ملفظك بقى ملفظك. هو انت مش كنت عايز تشارك في التكيه ب 51%؟ اول ما اقعد على مكتب رئيس مجلس الاداره اعتبر ان ده حصل. ومين اللي هيسمح لك بكده تي؟ يا عم وانا بتاع جلاش يا بيه، انا هبقى رئيس مجلس الاداره، وبعدين الهانم دي اصلا في جيبي وليا كلام معاها. ده عشم البهيم في البرسيم. بالظبط اهو، انت كده بدات تتنعر. إيه؟ إيه بدات يعني تقرب للموضوع شويه. عارف يا استاذ ميحة، الواحد لازم يفكر في كلامك دياتي. ابوس ايدك. لا فكر، لا بلاش فكر. اوعى تفكر، اسمع مني، انا اللي شايفك، انا مرايتك. بلاش تفكر، انت عليك تدفع وانا اللي افكر ماشي. اوعدك انك ان شاء الله هتندم. مش هتندم يعني، مش هتندم. انا اذا كان عليا موافق، لما انجح هتبقى انت النايبه بتاعتي،
وتتحكمي وتتدللي في المطعم وفي المطبخ وفي الريسبشن وفي البوابه وفي كل حته في الفندق. واذا لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله هي نجحت هبقى انا النايب وهتحكم برضه في المطبخ وفي الريسبشن وفي المطعم وفي كل حته في الفندق. وانا بقى يا شيف هبقى النايبه بتاعتك في الحالتين. وانا افتك الساعه. وانا موافقه نقرا الفاتحه بقى على الكلام ده. المهم نطهر التكين على الظالم والمفتري وابن الحرام.